السلام عليكم. عندما اشتد المرض بجوزيف ستالين الدكتاتور السوفيتي وفي آخر أيامه، أصيب بمرض الشك والريبة من كل المحيطين به، بل صار لا يفرق بين الصديق والعدو ولا بين الخير والشر. الرئيس عبد العزيز بوتفليقة المريض أيضا، وبعد أن صفى خصومه من الموالين لغريمه رئيس الحكومة الأسبق علي بلفليس، ها هو اليوم يتخلص بطريقة دراماتيكية مهينة من أقرب المقربين السياسيين إليه عبد العزيز بل خادم، ويوصي بمنعه من كل نشاط سياسي حتى النضال في حزب جبهة التحرير الوطني، والتي رآها مراقبون تجاوزا وتخبطا يعكس الشك والريبة والضلال الذي بلغه النظام الذي يحرك عبد العزيز بوتفليقة ومن يدور في فلكه. السيد أحمد غزالي صرح لجريدة الخبر أن الجزائر يحكمها حزب سري بثلاثة ملايين مناضل منتشرين عبر كافة أوصال وأواصر الشعب والدولة. نفهم الآن لماذا تسود الفوضى واليأس والرشوة والمحسوبية والعشوائية والرداءة في كل شيء بالجزائر تقريبا. قبله أفصح الوالي السابق بشير فريك عن كواليس تزوير الانتخابات على كافة المستويات. نعم، شاهدون من أهلها الواحد تلو الآخر يسقطون أوراق التوت عن عورات النظام الجزائري المتهاوي والمتآكل من الداخل. ما الذي يحدث وما هي المآلات؟ هذا ما سنناقشه اليوم مع ضيف الإعلام الزميل سليم صالحي وضيوف البرنامج عبر الهاتف من الجزائر. بداية أرحب بك سليم، لكن دعنا نشاهد معا هذا التقرير ثم نعود للنقاش. عرفت فترة الحكومة السابقة للمهندس خريج مدرسة الجسور والطرق في باريس سيد أحمد غزالي أخطر الأحداث في الجزائر المستقلة، أهمها أحداث جوان عام 1991 التي أدت إلى مقتل مئات من الشباب الجزائري، الانقلاب العسكري في جانفي 1992 وإقالة الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد، مما أدى إلى دخول الجزائر دوامة عنف كبيرة أودت بحياة ربع مليون شخص. اغتيال الرئيس الرمز محمد بوذياف في 29 من جوان 1992 بعنابة شرقي الجزائر وأمام مرأى العالم. وكانت هذه الأحداث بداية لسنين الجمر التي مرت بها الجزائر. ورغم مغادرة غزالي منصب المسؤولية منذ سنوات، إلا أنه كان يتحرك سياسيا ويدلي ببعض الشهادات والتصريحات، وأصبح يركز هجومه على النظام خصوصا، وقال عنه إنه يحتكر القرار السياسي ويرفض التغيير السلمي، لا سيما بعد رفض السلطة اعتماد حزبه جبهة القوى الديمقراطية. في المقابل شجع المبادرات التي كانت قد طرحتها المعارضة الجزائرية عبر الانتقال الديمقراطي، واستخلص أنه من أهم مساوئ النظام السياسي الحالي أنه قسم الجزائريين لدرجة عدم قدرتهم على الحوار حتى بين بعضهم بعضا. كما انتقد غزالي الدستور التوافقي الذي طرحته السلطة أخيرا، وأكد أن المشكلة ليست في الدستور أو القوانين، ولكن هي في عدم تطبيقها. وكان أخطر ما صرح به أحمد غزالي هو أن النظام الحقيقي حزب سري يملك 3 ملايين مناضل، فمن وراء هذا الحزب يا ترى؟ ومن هم مناضلوه؟ وماذا يعني هذا التصريح في هذا الوقت بالذات؟ التقرير كان من إعداد زميلنا رضا ربيحي وقراءة بصوت الزميل عادل العزيزي، شكرا لهما. أعود إلى ضيفي الزميل سليم صالحي بعد الترحيب بك. ما الذي يحدث في الجزائر؟ طبعا تصريح رئيس الحكومة أحمد غزالي تصريح قوي جدا، لكن ليس جديدا في مضمونه. المضمون يعرفه كل الناس في الجزائر، معروف أن من يحكم الجزائر قيادة عصبة مجموعة ترتكز على مجموعة من نسميهم عملاء النظام أو الحلفاء الطبيعيون للنظام بشكل هرمي معروف لأشكال النظم الدكتاتورية. هو شبيه بنظام بن علي، شبيه بنظام مبارك، وأيضا بنظام ستالين وبنظام بشار الأسد. لكن أليس هذا إجحاف في حق بوتفليقة والنظام الجزائري؟ يقول أنه نظام ديمقراطي وجرت انتخابات منذ أشهر وانتخب وحصل على 84%. طبعا
طيب بدون الدخول في تفاصيل أرقام السلطة التي لا يمكن أن يصدقها أحد بعد انتخابات 1992، أركان النظام وعناصر من أركان النظام صرحوا بأن كل الانتخابات زورت وهناك شهود من الشعب الجزائري. إذن هناك معرفة داخل المجتمع الجزائري بأن الانتخابات تزور، يعني أصبح من المعروف أن الانتخابات تزور في الجزائر، وأن كل السلطات التي نشأت بعد 92 هي سلطات مطعون في شرعيتها. يعني كلام بشير فريك الوالي السابق، يعني هو شاهد من أهلها، وقال بأننا كل ما تأتي انتخابات تبعث بالرسائل إلى جميع يعني أجنحة وأذرع النظام من أجل التزوير، يعني بكل صراحة. شوف تصريح الوالي اللي كان في جيجل هو أكثر دقة، لأنه هو كان يعني أداة من أدوات التزوير، وهم حلقة في حلقات هؤلاء اثنين، لأنه يجب أن نبحث من هم هؤلاء 2 مليون أو 3 مليون، من هي هذه التركيبة البشرية، من هم؟ هم مجموعة من الجزائريين يخلقهم خلقهم النظام، نظام أكيد على رأسها الإدارة أفكو. هم مقسمون وربما. هو تقسيم هرمي، الشكل هو هرمي، هناك مجموعة تستولي على السلطة كما حدث في الجزائر، ويعني كما حدث في 87 في تونس، أو لما اغتيل أنور السادات. إذن هي مجموعة تستولي على السلطة، تستولي على المال، تستولي مقدرات على مقدرات الأمة. نعم. ثم تحتمي بأذرع أمنية، ولاستمرارها يجب أن توزع قليل من الريع على مجموعة من العملاء، وهؤلاء العملاء هم مقسمون في مؤسسات الأمنية، في الجيش، في الشرطة، ثم تنزل إلى الإدارة اللي هي الولاية. أنا نحن نتحدث بالعموم، نحن نقول أنه في كل الجيش وكل إدارة، نحن نقول أن هؤلاء موجودون في أولا أحزاب السلطة. كل نظام ديكتاتوري عنده أداة إدارية حتى يعطي الوجه الديمقراطي بالنسبة للخارج، لأنه يعني هناك أداة في ظاهرها شعبي لكن في داخلها نعم، لأنه أداة للنظام. نعم. يجب بيع صورة معينة. في الجزائر الأمور كالتالي، هناك مجموعة كانت مجموعة معظمها عسكر بعد 92 استولت على السلطة لإنقاذ الجزائر بين قوسين. هل هي المخابرات أم هي الجيش؟ هي مزيج من كل هذا. شوف يعني المخابرات هي كانت النواة. نعم. سري يعني بالضبط. ليس الآن، هو كان. نعم. هو كان التطور، يعني أنا أشعر كذا التطور. فضل. التطور حصل بعد 92. نعم. بعد 92 كانت المؤسسة العسكرية هي صاحبة القرار، وهي التي اتخذت القرار على رأسها خالد نزار. نعم. والمجموعة الجنرالات اللي كانوا معاه اتخذوا القرار بتوقيف المسار الانتخابي، ثم إقالة الشادي بن جديد. الشادي بن جديد لم يستقيل بل ضغط عليه حتى قدم الاستقالة. طيب، ثم هؤلاء كانوا يحتاجون إلى أذرع سياسية، إلى مشهد سياسي، فتم تأسيس ندوة الحوار الوطني، ثم لحضرها غزالي، ثم CNT اللي عوض هذا البرلمان. نعم. ثم بحثوا في المجتمع عن أسوأ الناس في المجتمع. نعم. حتى يشكلوا منهم الواجهة السياسية، واستمرت الأمور بهذا الشكل، فخلق المنتفعون من هذه المرحلة. هم ربما يسميهم الناس حثالة المجتمع كانت في هذاك الوقت، كانت في كل الأماكن. إذن الآن المشهد تطور، يعني المؤسسة العسكرية اشتركت مع أناس آخرين في السياسة، أحزاب، بعض المنتفعين، يعني كثر عدد الأكلة طبعاً، وبالتالي توسعت، يعني ربما كانت 100,000 الآن صارت بالملايين. طبعاً، لأنه كان مرحلة من 92 حتى 99، ثم مرحلة محاولة إنشاء أو إعادة إنشاء هذا النظام، إنتاج. نعم. إنتاجه. نعم. بشكل جديد، عنوانه بوتفليقة، نظام بوتفليقة، مرحلة جديدة، المصالحة الوطنية، ومحاولة فاشلة. نعم. لغسيل مرحلة لحد الآن ملفاتها ما زالت مجهولة. هل هذا ما يفسر يعني بداية النظام بوتفليقة جاء في البداية ربما من أجل الترويج لسياسته ولوصوله إلى الحكم، عمل برامج الوئام المدني، المصالحة، جلب إليه بعض المعارضة مثل حزب حمص مثلا. نعم. وانضموا إلى التآلف أو الاحتلاف أو التحالف الرئاسي، ثم بدأ يتقلص هذا النظام وينكفي على نفسه، وحتى أنه تخلص من التحالف،
تخلص من 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 يعني يعني غريمه بنفليس وكل من كان يدور فيه من المدنيين والعسكريين، والآن وصل إلى الدائرة الضيقة. هل هذا النظام بدأ بالفعل يتآكل من داخله؟ هي هذه هي نتيجة نتيجة اللي نفهمها حتى كيف تطور هذا النظام بعد 92، لأنه مرحلة مجيء بوتفليقة كان فيها شقين، كان فيها بوتفليقة وكل الفكر اللي مسكوا بوتفليقة، كل ما سمي ومسميه أصدقائه حقد بوتفليقة على النظام، على إقصائه من النظام، كل الحسابات اللي جاي يصف فيها بوتفليقة. في المقابل عندك سلطة عندها إرث، عندها تاريخ أيضا 92، عندها عبء أمني ومالي واقتصادي واجتماعي، يعني كارثة في أرواح، في دماء، في مختفين، فيه ملف. نعم. فيه ملف إذن. فوقع ما يسمى ذلك العقد بين قوسين يوصف بالعقد المشؤوم، بين بوتفليقة وبين من كان يمسك بزمام الأمور، وهي المؤسسة العسكرية بشركائها السياسيين. ثم بعد ذلك تطورت الأمور، يعني ما بقاش الحكاية، لأنه التحالفات داخل متخذ القرار وكل المساومات بقت تطورت، أصبح الآن دخل المال الفاسد. ما تنساش أنه جاب بوتفليقة، زاد سعر البترول، زاد الريع، زادت الفلوس. إذا احتاج النظام إلى تغيير وتوسيع الدائرة، سواء في الشكل أو في المضمون أو حتى في رسمها، حتى الأطماع والانتفاع والمصلحيين. طبعا يعني كل ما استمر نظام كل ما احتاج إلى حلفاء آخرين. سليم، أبقى معي. ينضم إلينا الدكتور عبد العالي رزاقي، أستاذ في العلوم السياسية بالجزائر. بعد ترحيبك بك الأستاذ عبد العالي، ما هي هذه الحكومة 3 ملايين مناضل يحكمون مصير الجزائر والشعب الجزائري؟ هذا كلام مش صحيح أصلا. لماذا؟ لأنه يتحدث عن الإدارة. الإدارة دائما تابعة للهيئة التنفيذية، ما نستطيعش نسميه الإدارة بأنها هي التي حزب يناضل. الإدارة مجرد إداري يخضع لأوامر المسؤول الإدارة، وبالتالي فكرة هذا الحزب حزب سري 3 ملايين أعتقد فكرة لا وجود لها، لأنه يتحدث عن الإدارة، والإدارة نعرفها أي رئيس دائما الإدارة تابعة. طبيعي هو أشار السيد في سيد أحمد الغزالي إلى دور الدي ار اس أو الأمن أو الاستعلامات في الإدارة، أعتقد وهو قد معلومة صحيحة ماضيا، لكن بدءا منذ بضعة أشهر توقف الدي ار اس عن وضع تقارير حول المرشحين للمناصب. طبعا عندما نتحدث على هذا ربما البعض يقول أنه شكلي وما زال عندنا مساجين سجناء سياسيين وما زال الأمور، لا تحدث عن الأشياء هذه، لا تهمني. تهمني أنه عندما نتحدث عن حزب سري بثلاثة ملايين، حتى الآن لا يوجد حزب في الجزائر بما فيها جبهة تحرير أن يحصل على 3 ملايين مناضل. لا يستطيع أن نقول بأن له 100,000 مناضل. عندنا ناس ينتخبون. لكن الدكتور عبد العالي، الدكتور عبد العالي، السي أحمد غزالي رجل يعني ثقيل ورجل يفرق جيدا بين الإدارة وبين النظام الرسمي وبين هذا الحزب السري، وهذا الحزب السري يذكرنا بطرق المافيا، بطرق العائلات الحاكمة في المافيا، وكذلك بالماسونية، بالروتاري، يعني بكل هذه التنظيمات السرية التي تحكم ولا نراها. وبالتالي فهو يقصد جيدا أن هناك تنظيم موازي لتنظيم الحكومة ولتنظيم الظاهر من الأحزاب ومؤسسات وغيرها وحتى الجيش والمخابرات، هذا تنظيم موازي. يقول لي 1,000 قابل 100,000 قابل 200,000، أما يقول لي 3 ملايين، هذه نفس النغمة تعجبها التحرير سابقا عندما كانت تعتبر 4 ملايين موظف الإدارة حزبها، وتقول عندي 4 ملايين إدارة. عندما نقول التنظيمات، صحيح هناك حكومة ظل أخرى يسيرها الأمن، تسيرها المؤسسات، ولكن لا نستطيع أن نسمي الإدارة حزبا. يجب نكون الإدارة عبارة عن سيف مسلط ضد، سميه الإرهاب، سميه كل شيء، أما الحزب يعني هناك فكر، ما الذي مشروع معين. النقطة الثانية نثير الانتباه، مثلا عندما نتحدث الآن مثلا على بالخادم، نأخذ كنموذج،
بالخادم ضحيه، ليس ضحيه الحزب الشرعي اللي تحدث عليه، هو ضحيه تقارب ما بين السلطه الجزائريه والسلطه المصريه باعتباره رمز ل او محسوب على الاسلاميين، وبالتالي فتم اقصاؤه وشطبه نهائيا. الان نستطيع ان نقول لك انه لا يستطيع ان يدخل لاي بلديه قد لا تعطى له الورقه. ما الذي دكتور عبد العالي، اذا لماذا يصرح السيد احمد الغزالي في هذا الظرف بالذات بهذا التصريح ويكشف عن هذا الامر؟ ويعني ما الذي يقصده؟ يعني ما المستجد بعد تنحيه بالخادم؟ يعني لا، اذا نتكلم بصراحه، بوتفليقه عندما جاء قال بان هناك 3 ملايين جزائري يحملون الجنسيه الفرنسيه. ايوه، كانه يتكلم موجودين في الجزائر. أيوة. يتحدث على المواليد الذين ولدوا في فرنسا وكذا، ولكن هذا كلام ليس له علاقه بالواقع، يجب ان نكون مرتبطين بالواقع. انا ما اعرف، وتستطيع تقول لي الروتاري، نقول لك في كل فلوراسي موجود مكتب الروتاري، في كل فندق كبير موجود الروتاري، نقول لك موجود 100,000، ماشي مشكله، ولكن الروتاري تنظيم دولي، تنظيم صهيوني عالمي، نعم. معروف. ولكن عندما نتحدث عن 2 مليون إلى 3 مليون، يقول أعتقد أنها كلام لا يقبل العقل. نحن نتماشى مع العقل. عندما جبهة التحرير كحزب حاكم، أو عندما الإدارة، معنا الأرندي وهو حزب إدارة، لا يملك 50,000. لكن أليس هذا يعني دليل تقريب، لا نقول قاطع، وإنما يصب في تحليل ووصف ما يقع في الجزائر؟ فوضى عارمة، رداء في كل مكان، غياب تقريب كلي لمؤسسات الدولة، غياب للعدالة، يعني إلا من ناحية ربما الأمنية. خليني نوضح الفكرة أكثر. يبدو لي أن غزالي اعتمد على الرقم هذا انطلاقا من الأرقام، من التوقيعات التي جمعت لبوتفليقة، وقال جبهة التحرير بأنها جمعت له 3 ملايين. إذا هذا الكلام يمكن نقوله صح، أنه موجود عنده 3 ملايين توقيع، ولكن نرجع، هناك الفوضى، هناك كل شيء موجود في الجزائر، هذه حقيقة يجب أن نؤكدها. ولكن عندما نتحدث للآخرين يجب نعطيهم معلومات صحيحة. أنا قريت الحوار وأعدت قريته مرة ثانية، في حتى معلومات قديمة يتحدث عن عبد العالي 94، المعلومات قديمة، مش ما يتكلمش عن أشياء واقعية. سأعود إليك بعد قليل، أبقى معي الدكتور عبد العالي. أعود إلى ضيفي سليم، تفضل. طيب، أنا يعني أحيي الأستاذ الدكتور عبد العالي إرزاقي. ربما ما ذهب إليه أو ما فهمته أنا من هذا التصريح أو هذا الحوار لغزالي، ليس أن هناك حزب إدارة أو أن هناك حزبا بمناضلين. هو تحدث كما أعتقد وكما شرحت، أن هناك من أسميهم بالعملاء أو الحلفاء الطبيعيين للنظام، يعني لا شرط أنهم مناضلون في حزب تنظيمي، لا. هو يعني يتحدث هيكلين أو هيكل معين. لا، أنا أتحدث عن أناس. نعم. طيب، أنا أتحدث عن أناس هم موجودون في أحزاب السلطة، يعني في لارندي وفي لافلان، في حزب غول، في حزب عمارة بن يونس، في بعض الحزيبات هذه التي تقتات من النظام. أنا أتحدث عن أشخاص مستفيدين داخل الإدارة، أنا أتحدث عن أشخاص مستفيدين داخل البنوك، أتحدث عن مجموعة من رجال الأعمال مستفيدين من أو لزفيريست هذو مستفيدين من القروض تاع التليفون، أتحدث حتى عن مواطنين عاديين استفادوا من بعض فتات هذا الريع، والذين أصبحت لهم امتيازات، وهذه الامتيازات نسبية، تقدر تلقى مواطن مستفاد بزوج ملايين وواحد مستفاد بخمسين مليار. هل هؤلاء من يشكل أذرع الفساد؟ نعم. وبالتالي لا لم يحاسب أحد اليوم؟ هذو يشكلون ركيزة النظام الجزائري، وهم الذين شكلوا ركائز في كل الأنظمة، يعني في نظام بن علي وفي نظام حسني مبارك. يعني هؤلاء هم الحلفاء الطبيعيين للنظام. لا يعني أنه واحد مواطن في صيف يدافع على بوتفليقة لأنه مستفاد من قرض جابه بتليفون، هذا عنده علاقة بسعيد بوتفليقة أو عنده بالإدارة؟ لا، هؤلاء بالطبيعة أصبح النظام شكلهم، هو الريع نتاع النظام، هو اللي خلق هذه القاعدة لصالح العضوية. نعم، متبادل. وقد يبلغ قد يبلغ 3 ملايين أو 4 ملايين. نعم. احنا شفنا في العهدة الرابعة لم يحدث هذاك التزوير الكبير. نعم. كاين ناس راحوا صوتوا البوتفليقة
ومعظمهم من المستفيدين من هذا النظام، وهم في حدود 3 ملايين او 4 ملايين معقوله يعني. أعود هذا الرقم. شكرا سليم. اعود الى الدكتور عبد العالي رزاقي، خلينا موضوع مثلا السي احمد غزالي، نعود الى بالخادم. هذه الطريقه الدراماتيكيه المهينه الغريبه التي انتهى بها مشوار الرجل السياسي بجره قلم او بتصريح او بقرار من الرئيس او بمرسوم، كيف تفسرها دكتور؟ أنا قبل ما أفسر نوضح قضية الرقم تاع 3 ملايين غلط. أنا في تقديري قد تقول لي 100,000 200,000 معك، 500,000 معك، أنه هناك ناس مستفيدين مع الريع، وأنا أتفق في كلامه كله معه، ولكن الرقم لا يمكن أن نبالغ في أرقام. الشعب الجزائري لو كنا لو واحد في أي سلطة يملك هذا الرقم أي حولنا عديد. نعم. إذن يجب ننتبه للنقطة عندما لا ندخمهم. هؤلاء أقلية يمثلون أقلية، يمثلون نسبة أقلية، موجودين في المؤسسات، موجودين في الإدارة، موجودين عندهم مقرات مثلا. لكن مقر ربما تتكلم على قيادة، مقر نادي صلوبر، هذه مقرات يقيمون فيها وتعرف عندنا في نستطيع أن أعطيك الأسامي كل من الموجودين. وبالتالي هؤلاء صحيح لهم حاشية صحيح كذا، ولكن هؤلاء يجب أن ننظر هل الذين يملكون رقاب هم أقلية. يجب ننتبه، صحيح أنه لا نستطيع أن نحسب شخص، ولكن عندهم خدم يا أستاذ يا دكتور. دكتور هم أقلية لكن عندهم خدم صغار منتفعين. تروح ربما في بلدية معينة موظف صغير يعفس لك في مسألة ويقول لك هذه ما تخدمش، أنت تقول من أين جاب السلطة هذه؟ وأنت تعرف أنه صلاحيته الرسمية الموظف من أجلها محدودة جدا، لكن يقضي يقول لك مثلا ما تخرجش المسألة هذه وما صلحهاش وما كذا وما تقدر تعمل والو. إذا هؤلاء عندهم خدم كذلك. هذه مظاهر سلبية موجودة في كل المجتمعات. نعم. يجب ننظر لها كمظاهر سلبية، لا يمكن نعتبر هؤلاء محسوبين على السلطة. السلطة بعيدة منه، ولهذا السلطة نعود دكتور شخص. نعود إلى مسألة بالخادم، الطريقة الدراماتيكية التي نحيا بها، كيف نفسرها؟ أولا أعتقد أن السلطة الآن انتقلت إلى مرحلة تعيين الرئيس القادم، بمعنى هناك إجماع لدى الأطراف الثلاثة وهو الرئاسة والدراس وقيادة الجيش على مرشح محتمل ليس من جبهة التحرير. وبالتالي السيد عبد العزيز بالخادم ألغي من قائمة الأسماء التي كانت تتحرك من أجل أن يكون لها دور، وتم شطب نهائيا، حتى عندما ذكر لم يذكر كلمة سيد مرتبطة باسمه. يفترض هذا قانون. سحب في نفس اليوم، سحبت منه كل أشياء، سيارته، إقامته في نادي صنوبر، كل أشياء، كأن عمل الانتقامي مخيف. ولكن هو أصلا هو الهدف منه إعطاء درس لمن يريد أن يفكر في تولي الرئاسة بعد الرئيس بوتفليقة. أوكي، إحنا نعرف أن الرئيس مريض، أستاذ دكتور نعرف بأن الرئيس مريض، وهو في حد ذاته يعني يقام بأمره من جميع يعني من طاط. السلام عليكم. من الذي بالفعل وراء هذا القرار؟ أعتقد أن هناك أخو الرئيس، ما كانش واحد خلاف. أيوة. كان خو الرئيس، ما كانش واحد خلاف، خو الرئيس هو الذي يتخذ القرارات، وبالتالي فهذا قرار طبيعي، أعتقد طبيعي جدا. لماذا؟ لأن هذا الشخص، لأن نعرف قضايا أساسية بوتفليقة، دائما عندما يستنزف الشخص يطرده. أعطيك مثال، بالخير عندما قدم له وساعده في الوصول للسلطة، في الأخير دفعوا إلى سفير ومات بطريقة لا داعي للإشارة له. يعني كما نقولوا احنا يا خلاص، يعني هو في زبلة محروقة، يعني قاطع كهربائي محترق، انتهت بالنسبة ليهم، انتهت اسمه السيد هذا غير مرغوب فيه، انتهت، اتنحى دوره. هو الذي جاء بالعهدة الثالثة، هو الذي جاء بالعهدة الرابعة، هو الذي وضع قانون في جبهة التحرير يصبح بموجبه الرئيس بوتفليقة رئيسا ليس شرفيا رسميا، ويخول له صلاحيات كاملة في الشطب. دكتور آخر سؤال فيما يتعلق بالخادم. نعم دكتور آخر سؤال، لكن الطريقة التي تمت بها تنحيته هي طريقة فيها كثير من القسوة وكثير من الانتقام، وكأن الرجل ربما يلعب من أجل أن يكون الرئيس القادم.
أنت ذكرت المسألة، لكن هل بالخادم كان فيه جهات تريد أن تقدمه على أساس أنه الرئيس المفترض القادم؟ أعتقد أرشح هذا الرأي. لماذا؟ لأن هناك تقارير طلعت عليها تقول بأن هناك محاولات في عدد من الولايات إقامة خلايا من لدعم بالخادم، وحسب التقارير التي قدمت مؤخرا لجبهة التحرير أثناء إعادة تنصيب الهياكل لاحظت هذا الأشياء موجودة. فإذا هناك سيد عنده طموحات كبير جدا، يجب ننتبه. السيد نقدره وله طموح، وأنا تحدثت معه يوم الجمعة مساء السادسة وقال لي بأنني لم أفعل شيء أخجل منه، وبالتالي أعتقد أنه الموقف إذن هو موقف تصفية حسابات مع شخص يحتمل أن يترشح، يحتمل أن يأخذ جبهة تحرير، أن يقسم جبهة تحرير. سؤال أخير باختصار دكتور عبد العالي الرزاقي، ألا يعتبر هذا دليلا واضحا أو علامة من علامات انهيار مؤسسة الرئاسة ومن يحيط بها بعد انهيار كل المؤسسات وغياب الدولة نهائيا؟ أليس هذا هو التآكل الأخير في هذه النواة الصلبة؟ هو انهيار. المفروض هذا القرار يثبت بأن جبهة التحرير يجب أن تحال على الأرشيف. جبهة التحرير ملك كل الجزائريين، الورقة الأخيرة لجبهة التحرير هذه الورقة ويستغلوها. فالانهيار ليس على المؤسسة الرئاسية، بالعكس انهيار في القيم الأخلاقية، في القيم السياسية. فكيف تتحدث جبهة التحرير عن مستقبل؟ عندما قرأت وحدثني كذلك السيد بالخير قال لي بأن هناك وزع معلومات تقول بأنه لا يحق له بأن يطعن ولا يقدم في مجلس تأديبي. عندما تسمع هذا الكلام تتساءل. الدكتور عبد العالي الرزاقي الأستاذ في العلوم السياسية بجامعة الجزائر، كنت معنا من الجزائر، شكرا جزيلا لك. أعود لك أستاذ سليم. بالخادم يعني خدم الرئيس، خدم الدولة، خدم السيستام، خدم ربما هذا الحكومة الظل ما يسميها السي رزاقي وما سماها غزالي بالحزب السري، يعني خدم يعني شبابه وكهولته وشيخوخته، لكن اليوم يهان بهذه الطريقة ويكنس من كل دواليب النظام السياسية والإدارية بطريقة دراماتيكية. طيب يعني الحادثة فيها في أكثر من شق، يعني نبدأ بشق بالخادم ولا أطيل، يعني بالخادم عليه هو يتحمل مسؤولية قراراته. بالخادم أنا عرفته في التسعينات وعرفته لما تم إقصاؤه من كل، أيضا مسحوه مسحه في التسعينات لأنه اتخذ واحد الموقف هكذا متعاطف أو ناكر لتوقيف المسار الانتخابي، فيه روح قيلة إسلامية، فيه كذا فيه كذا. عرفته في فترة منتصف التسعينات كان ممنوع من أي حديث في أي مؤسسة تابعة للدولة، وكل الصحف التي وصلتها التعليمات من متخذ القرار آنذاك بالخادم معدوم قاعد في بيته. ثم جاب بوتفليقة وحدثت أمور داخل جبهة التحرير الوطني وعاود ظهر بالخادم، وكان أول منصب ليه هو وزير الخارجية، وأنا تحدثت معه لما كان وزيرا للخارجية. إذن هو يتحمل مسؤولية إذن كل القرارات اللي اتخذها. هذا وش نقول على بالخادم؟ هو تبنى هذا المشهد. نكملوا على بالخادم. يعني السيد بالخادم أنا عرفناه في الحملة الانتخابية كان يطبل ويزمر لبوتفليقة، بل قال بأن بوتفليقة تتوفر كل شروط الرئيس، كل شروط المترشح، ومن أراد أن يطعن في بوتفليقة وفي ترشحه فليترشح، والشعب هو الذي سيفصل في الصناديق، وهو يعلم أن انتخابات مزورة وهو ابن النظام وأشرف على التزوير في كم من مرة. يعني هل هذا هو جزاء سينمار؟ يعني هو قراءته ضعيفة خاطئة، كان يتلقى رسائل ربما لم يعرف تفسيرها جيدا. نعم هذا سؤال مهم حول قراءة الرسائل. ما تحدث به بالخادم في الحملة الانتخابية فيها اللي يتحدث أكثر منه، يعني فيه الذي قال إن بوتفليقة يوحى إليه، يعني فيه سلال وفيه غير سلال وفيه ويحيى. هؤلاء خدمت المعبد، هذو خدمت المعبد، هم يتحملون المسؤولية السياسية
وعلى بالخادم يتحمل يعني مسؤوليه ما اتخذه من قرارات ومن ما يسمى باختيارات سياسيه يعني لشواء بوليتيك. انا ما نحبش نحكي على هذا الشق، انا نحب نحكي على الشق الاخر، هو قضيه الطرف الاخر. من الذي اذا يحكم في الجزائر؟ كيف يتخذ قرار بهذا الشكل وبهذه الطريقه المهينه؟ ما الذي قال به السيد عبد العالي مهم جدا، قضيه الاخلاق السياسيه وقضيه عدم وجود المؤسسات. انت بيان تاع لابياس وكاله الانباء الجزائريه التابعه للدوله، ما هيش وكاله عموميه، راجع صيغتها ما كانش بيان رئاسه، هو قالت انه لديها معلومات من مصدر مجهول في الرئاسه او مظهر مجهول انه بالخادم صرا فيه كذا وكذا وكذا وكذا. اذا حتى الطريقه كانت مهينه وتفيد بانه فكر بلطجي يعني مفوي، ما كانش قيم، ما كانش اخلاق، وكانه انسامبل. مانيش حاب نقول كلام واحد اخر سليم. هما كثير الناس بيقولوا بان الرجل عنده مواقف تختلف نوعا ما عن رجال النظام، يعني في استقباله للاسلاميين، في تعاطفه الى حد ما يعني مع غزة، مع موقف من السيسي كذا، تعاطفه مع الإخوان في مصر، يميل نوعا ما إلى النظام الإيراني كذلك. هل هذه مجرد ذرائع يتخذها النظام؟ نعم. أم أن الرجل يعني في الحقيقة هو إنسان حاكم العصام النص، واللي يحكم العصام النص مصيره أصعب من الذي يحكمها من طرف؟ نعم. يعني بالخادم من رجال النظام، من حرسة المعبد، كل ما قيل هذا الكلام قضية المناصرة والمناصرة، هو عنده مواقف شخصية ربما تحسب، لكن ليس ماهوش هذا هو لا لا لا، مش هذه لادون، مش هذا هو المعطى. يعني شخصه في حد ذاته لا 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 مشكلة، مش هذا المعطى اللي راح يتقلق متخذ القرار ويقدر يخدم بيك اسلامي ولا يخدم بيك انت علماني ولا يخدم بيك تفل بار. نعم. ماهوش هذا هو اللي يعرف تركيبة من يتخذ القرار وكيف يفكروا. يا رب اللي قضيت بالخادم هذا يخدم، ما هو بعثوه لإيران لما جاء بوتفليقة، ألم يرسله إلى إيران؟ إذا ما هوش هذا هو المعطى. شوف، كان هناك صراع حاد داخل جبهة التحرير الوطني، بالخادم طرف في هذا الصراع، بالخادم الطرف الآخر متحالف مع الرئاسة ومتحالف مع أخ الرئيس والمحيط القريب من الرئيس. إذا السيد داخل في صراع مع بين قوسين مع مول الباش يعني، ومع محيط مول الباش. هذا هو اللي لازم الناس يفهموه. بالخادم لو لم يتعدى الخطوط الحمر لكان بقى واحد من خدام النظام يعني. ما يعني هذه قضية جوهرية، إذا تقدمت وتخطيت خط أحمر ودخلت في ربما حلقة صراع معينة تقصى، كنت العربي بالخير أو كنت سلال أو كنت ويحيى، أو هذا هو المنطق. ما هي دلالة يعني، ما هي دلالة الطريقة التي تخلص بها أو الطريقة التي تم التخلص بها من بالخادم؟ ما هي رمزيتها لدى العاملين في هذا النظام وحتى إلى الشعب؟ يعني ما هي دلالتها؟ يعني هل فيه تغييرات في المستقبل الأم؟ لا، هذا ترى شوف. نعم. شوف، إذا أنت متوقعش ردة الفعل الآنية الآن، لكن هذه ستضاف إلى تراكمات أخرى. الشعب راه يشوف ويسمع، المناضلين يشوفوا ويسمعوا، الحزب السياسي يشوف ويسمع، يحدث التراكم، وسيحدث التراكم إلى درجة معينة، ثم تتغير واحدة من العوامل اللي استقوي بها هذا النظام. النظام مستقوي بعوامل معينة معروفة، يعني هي ثلاثة: عنده إرث العشرية السوداء، عنده الريع البترولي وريع المحروقات يعني بالغاز والبترول، وعنده دعم خارجي. لكن دعم خارجي متوقف، لحظة برك هذه فكرة، ودعم خارجي متوقف على الوضع الإقليمي يعني لأنه موجود. إذا تغير معطى من هذه المعطيات، وخاصة انهيار أسعار البترول أو حدث معين إقليميا يغير الموقف الأمريكي والفرنسي، حين ذاك سوف تشهد هذا الانهيار لهذه المنظومة غير الشرعية غير مبنية. والدليل أنت شفت أنه يعزل شخص بهذا الشكل، هذا عن انهيار المنظومة، لكن عن انهيار الرئيس. احنا مؤخرا شفنا فيديوهات في لقائه مع عندما استقبل الغنوشي، راشد الغنوشي، كان فيه تركيب للصورة. نعم. الصورة الكبيرة اللي فيها الغنوشي والرئيس بوتفليقة كانت عادية، كان بيناتهم فاز كما قلنا، باقة زهور حمراء، لكن عندما اقتربت الكاميرا جابوا صورة قديمة عندما كان الرئيس وجهه ما زال يقبل أو قابل للظهور في الكاميرا والظهور على الشاشة. يعني المصور أو الذين ركبوا الصورة لم يستطيعوا تقريب صورة وجه الرئيس. هناك أمر ما يحدث
في صحة الرئيس، فيه ربما انهيار متوالي، فيه تدهور في صحته، وبالتالي عاجزوا حتى عن تقريب الصورة لوجه الرئيس حتى نراه كيف هو. طيب وبالتالي طيب ربما نعم. اقترب شيء ما يحدث، ربما عزل الرئيس شوف أو ربما لا نتفهم. شوف بلد مثل الجزائر وبكل هذه الإمكانيات اللي عنده، بموقعه، بشكل السلطة اللي متخذ القرار الآن، لا يجب أن نتوقع أنه الناس يراقدين يعني. لا، هم يعرفوا أنه بوتفليقة مريض ومريض جدا، ويعرفوا بأن يفرضوا العهدة الرابعة فرضا على الشعب، لأنه ما كانش عندهم خيارات أخرى. لكن الآن هم بجدية، وأنا أوافق سي عبد العالي الرزاقي أنه الآن في معلومات جدية عن بحث لخليفة بوتفليقة في حالة الوفاة أو العجز التام، يعني ما يقدروش حتى يديروا بريكولاج نتاع على كاميرا. سيقدمون البديل. لماذا؟ لأن هؤلاء مستعدون لبذل كل شيء من أجل البقاء في السلطة، وبقائهم في السلطة يا أخي هو مليارات الدولارات، هو النفوذ ليهم لعائلاتهم ولكل هؤلاء اللي هم 100,000 200 مليون 3، كل هذه المنظومة اللي هي منظومة النظام واللي هي مرتكز عليها النظام. أبقى معنا سليم، ينضم إلينا السيد الأخضر بن خلاف القيادي في العدالة والتنمية. بعد الترحيب بك السيد الأخضر بن خلاف، ما هي قراءتك لتصريح السيد غزالي عن هذا الحزب السري المتكون من حوالي 3 ملايين مناضل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نشكركم على هذا الاتصال، ونتقدم بالشكر الجزيل للأخ سليم صالحي الموجود معك في الاستوديو، وكذلك الإخوة الذين شاركوا من قبل ولو أنني لم أسمع مداخلاتهم يعني. بالنسبة لهذا التصريح للسيد غزالي، هذا في الحقيقة ليس جديد، فهذا التكتل يعني وجد منذ مدة، أستطيع أن أقول أنه وجد بعد ذهاب الرئيس هواري بومدين، وبدأ التحذير له من ذلك الوقت بداية يعني عندما تم عمل كبير في هذا الإطار، كانت من نتائجه تطبيق المادة 120 في وقت جبهة التحرير الوطني، حيث كان الذي لا تتوفر فيه الشروط في ذلك الوقت ولا تتوفر فيه شروط المادة 120 لا يمكنه أن يتقلد مناصب مسؤولية يعني في البلد. ثم كان العمل بعد ذلك في تعيين المسؤولين على كل المستويات، وكان ذلك بناء على أنهم يقدمون الولاء الحقيقي للسلطة، والذي كان دائما يقوم على التحقيقات الإدارية بالنسبة لكل المناصب حتى البسيطة. فهذا ما عبر عنه اليوم السيد أحمد غزالي بهذا الحزب اللي فيه 3 ملايين أو هذا التكتل، فهو في الحقيقة ينبع من مشكات واحدة، ولكن تجده يتفرع في جميع الهيئات والمؤسسات والأحزاب والجمعيات والمنظمات الجماهيرية وفي الإدارة إلى غير ذلك، وعادة ما يستعمل في قمع يعني المواطنين وفي تزوير الانتخابات إلى غير ذلك. فسياسيا نجده ممثلا في أحزاب الولاء المعروفة التقليدية مثل الأفلان والأرندي وبعض الأحزاب الجديدة التي ظهرت للساحة بعد 2012، ونجده كذلك ممثل في المنظمات الجماهيرية بالمنظمات المعروفة بولائها للسلطة، وممثل كذلك في النقابات على رأسها نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين، ممثل في الجانب الاقتصادي برجال الأعمال والمال الذين نراهم إلا في وقت الحملات الانتخابية هم يدافعون عن العهدات وخاصة عن العهدات الرابعة، وكذلك هذا وهم كذلك موجودين في المؤسسات الأمنية والعسكرية يعني في بعضها وليس الكل، وهذا كله يعني يمثل الوعاء الانتخابي الذي يشارك في الانتخابات في كل مرة، وهو يعتبر في الحقيقة عدد قليل مقارنة ب 32 مليون جزائري. ومن ثم نجد في وقت الانتخابات تضخم النسب وتضخم النتائج إلى غير ذلك، لأن العدد هذا غير كافي يعني لتكون نسبة مشاركة مرضية أو نتائج مرضية لصالح مترشح
أو قائمة إلى غير ذلك. إذن هذا هو حزب الإدارة وهو ممثل قد سياسيا، نعم، وبالأحزاب التي ذكرتها والمنظمات والنقابات إلى غير ذلك، فهو يستعمل كتكتل لمواجهة التحديات سواء الانتخابية أو الاجتماعية أو السياسية إلى غير ذلك. وهذا التكتل هو الذي ترتكز عليه السلطة اليوم في تحقيق أهدافها بتوفير كل وسائل العمل من مال وعمل ورجال معنا ومال السيد الأخضر بخلاف، ما نراه اليوم. السيد الأخضر بخلاف ابقى معنا إن شاء الله، سنذهب فاصل ثم بعده نواصل. عودة إليكم مشاهدي الأفاضل في الشطر الثاني من الحدث المغاربي، والذي نتناول فيه اليوم تصريحات السيد أحمد غزالي حول حزب سري متكون من 3 ملايين من الجزائريين، يمتلك ويسطو على كل مفاصل وأواصر الدولة والشعب الجزائري. معنا السيد الأخضر بن خلاف على الهاتف. أعود إليك السيد الأخضر وأقول، هل هذا الحزب السري هو الذي منع من قيام دولة جزائرية فيها مؤسسات محترمة سيادية، فيها سيادة الشعب وفيها نشاط سياسي طبيعي وانتخابات وديمقراطية؟ نعم، في الحقيقة هذا الحزب السري أو هذا التكتل قلت هو سبب المشاكل في البلد، لأنه يستعمل في كل مرة سواء في الانتخابات أو الاحتجاجات أو في كل المساعي التي يقوم بها المواطنين من أجل بناء مؤسسات قوية وبناء دولة عصرية. فهو يتدخل في الانتخابات على الخصوص، ويتدخل في كل الأمور، ومن ثم وجب على الشعب الجزائري أن يعرف هذا جيدا، ويعلم بأن أول خطوة في التغيير أن يذهب هذا الحزب وينهزم عن طريق الانتخابات. ولن تكون الانتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية إذا لم تسند مهمة تنظيمها إلى هيئة مستقلة. أما إذا بقي هذا التكتل عن طريق حزب الإدارة وعن طريق تكتل الإدارة وأحزاب الموالاة والمنظمات الجماهيرية والجمعيات وبعض بعض الجهات في المؤسسة العسكرية تقوم بهذا العمل، فلن تقوم هناك في البلد لا ديمقراطية ولا انتخابات نزيهة ولا تغيير الذي يمكن الجزائريين من بناء دولة قوية، دولة المؤسسات، ويبقى الحاكم الوحيد وهو الشخص، والمدبر الوحيد وهو الشخص، والملهم الوحيد وهو الشخص، وكل من يعني لا 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 ومن وكل من ينتقد ذلك فالعصا تنتظره. ولنا يعني أسوة فيما وقع هذا الأيام إلى أقرب المقربين من عرابي العهدات الماضية وعراب العهدة الرابعة على الخصوص، فكان مصيره مصير يعني جزاء سينما. نعم. السيد الأخضر، للأسف الشديد، نعم، أن الشخص عندما يكون في المنصب، وأنا أدخل مباشرة في الموضوع، نعم، الذي كنتم تتكلمون فيه من قبل، على ذكر السيد الأخضر، على ذكر جزاء سينمار وهو ما تعرض له السيد بالخادم، هل هذا يعني أن النظام الجزائري بدأ في التآكل الداخلي وأنه لم يستطع أن يقدم البديل في ظل هذا الوجوم، إن صح التعبير، وجوم سياسي و إقصاء للمعارضة، إقصاء للمثقفين، إقصاء للفئة المفكرة، إقصاء لأبناء البلد، يعني إلى أين يعني هذا الوضع؟ اليوم في البلد بدأ التفكير بجدية لما بعد العهدة الرابعة، وبدأ أولياء العهدة الرابعة يفكرون مليا وجديا في خليفة الرئيس الحالي، فهم يبعدون كل معارض ويبعدون كل من يرون بأنه غير الخط أو غير الولاء، ويقع له ما وقع لعبد العزيز بالخادم. لأن المشكلة عندنا في البلد أن عندما يكون الشخص في المنصب وهو موجود فهو يقدس، واليوم
بعدما السيد عبد العزيز بالخادم يعني ضرب المعارضة بتزوير قدره 220 فولت كما قال من قبل، فهو الآن يصاب ب 30,000 فولت من طرف أقرب المقربين للأسف الشديد. وعندنا في البلد ليس هناك رجال دولة بمعنى الحقيقي يقومون بحل مشاكل المواطنين بأداء مهامهم والعدل في توزيع الثروة، وإنما هناك رجال دولة يصمدون فقط أمام الضربات القوية التي تأتيهم من عند ولي نعمتهم. السيد غزالي والسؤال الذي يطرح اليوم، نعم، أين كان هؤلاء جميعا قبل أن يسقط هذا الثور ويبدأون الآن يحضرون سكاكنهم؟ أينما كانوا عندما كان ينتفع بامتيازات الدولة الغير شرعية؟ ونحن تكلمنا في هذا الموضوع في كثير من المرات، تكلمنا عن السيارات التي عنده أخذها في سنة 2012، السيارات الخمس التي قام بتنشيط الحملة الانتخابية بها في التشريعيات ولم يردها إلى اليوم، أخذها ولم يردها. تكلمنا هذا الكلام في قناة الشروق وهي موجودة، تكلمنا مع رئيس المجلس، تكلمنا مع كل المسؤولين، ولكن ليس هناك أحد يحرك ساكنا. أين كان المسؤولين في البلد عندما وظف هذا الشخص ابنه في شهر رمضان الماضي؟ أتى ووظف كمتصرف إداري وأمضى العقد وأخذ سيارة باسات ولم يظهر له أثرا إلى اليوم، فلم يأتي يعمل ولو يوما واحدا في المجلس الشعبي الوطني. وظفوه واليوم عندما صارت الطائرة وتحرك ولي نعمتهم فهم اليوم يريدون أن يتقلصوا منه للأسف الشديد. فهؤلاء لا يتحركون إلا في هذه المناسبات عندما يغضب المسؤول الأول، أما أن يؤدوا دورهم بما تقتضيه مسؤولياتهم فهذا غائب عندنا للأسف الشديد. وما ينطبق عليه اليوم ينطبق على كثير من المسؤولين في البلد، فهذا تحذير لهم سواء كانوا في الحكومة أو في مؤسسات أخرى. وهذا دليل كذلك آخر بأن المنصب السيد الأخضر، السيد الأخضر بخلاف، ومن ثم نعم السيد الأخضر بخلاف، هذا أول دخول اجتماعي منذ انتخاب الرئيس المقعد المريض لعهدة رابعة، كيف تقيمون القادم من هذا الدخول الاجتماعي في التربية والتعليم في جميع القطاعات الصناعية، التجارية، السياسية، كيف تقيمونه ولو على صفيح ساخن؟ المشكلة اليوم أن كل الوعود التي قدموها أثناء الحملة الانتخابية لم يحققوا منها شيئا، فقد وعدوا الشعب الجزائري بالقضاء على الفساد ومحاربة المفسدين وفتح ملفات الفساد، فلم يفعلوا شيئا. فالقضاء الإيطالي مثلا أنه أسس مؤخرا قطبا قضائيا بمحكمة ميلانو ليحقق في قضية الرشوة التي أخذها بعض المسؤولين وهي 200 مليون دولار تكون قد دفعت لمسؤولين جزائريين مقابل الحصول على حق الغاز بالجنوب. أما عندنا للأسف الشديد فعندما تتحرك إيطاليا فنحن لم نتحرك، فما قضية سوناطراك واحد ما زالت لم تفتح، وقضية سوناطراك اثنين لم تفتح، والطرف الجزائري يعرف جمودا والملف يعرف ضبابية كبيرة حيث لم يظهر أثرا لكافة الإجراءات التي بشرها مجلس قضاء الجزائر في أوت 2013. هل بإمكان السيد الأخضر، هل بإمكان المعارضة السياسية وفي إطار خاصة التنسيقية للحريات والديمقراطيات، هل بإمكانها أن تفعل أمرا ما في هذا الدخول الاجتماعي؟ والأمر حقيقة خطير، هناك معلومات تقول بأن الجزائر وأن كل القطاعات وصلت إلى مستوى من التردي لا يمكن أن يستمر بعد هذا، والمادة 87 هذه الكثير من الخبراء يقولون بأنها جاءت ك يعني دواء خفيف لا يمكن له أن يسمن ولا يغني من جوع. والله ذكرتني بالمادة 87، في الحقيقة فهذا ذر للرماد في الأعين في الحقيقة، لأن للأسف الشديد وعدوا بإلغاء هذه المادة، ولكن ارتبطت القضية بالاجتماع الثلاثية الذي يضم الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل، وبناء على هذا الإلغاء للمادة 87 مكرر فإنه لابد أن يغير كذلك قانون العمل، لأن هذه المادة
هي مرتبطة أساسا بالأجر القاعدي وما يتبعه من منح وعلاوات. وعلى هذا الأساس فإن هذا الإجراء في الحقيقة كي يعلم الجزائريين أنه ذهب بأحلام الجزائريين بالنسبة لرفع أجورهم وتحسين قدرتهم الشرائية. فهذه القضية هي معجلة إلى سنة 2015 في انتظار ما ستفسر عنه نتائج اجتماع الثلاثية، باعتبار أنه سيخصص لمناقشة المشروع التمهيدي لقانون العمل. إذن هو مجرد إلغاء شكلي فقط في هذا الموضوع. هو إلغاء شكلي لا يمت للواقع بسلا، يعني لن تتحسن، لن تتكرر. نعم. خاصة الذين كانوا يتقاضون أقل من الأجر الوطني الأدنى المضمون، أي 18,000 دينار جزائري. وهذا الإجراء في الحقيقة لا يساهم في تحسين أوضاع العمال البسطاء، لأن القرار بإلغاء هذه المادة لم يرفق بدراسة اقتصادية تمكن مليوني عامل من الوظيفة العمومي من معرفة الأثر الحقيقي لهذا الإجراء. وعلى هذا الأساس فهذا يكون سببه أن تصعد نسبة التضخم، والذي ينتج عنه نسبة ما 5% يعني من الشهر للعامل، وبعد مرور يعني 3 سنوات يجد العامل نفسه قد خصم منه أو من أجرة العامل من 15% إلى 20% من راتبه الشهري. وهذا ما يجعل الحكومة تدور في حلقة مفرغة لمعالجة مشكلة التضخم. والمشكل الكبير يبقى قائما، لأن السؤال المطروح كيف يمكن صياغة هذه الأجور على مختلف القطاعات، لأنها تختلف اختلافا جوهريا مع بعضها البعض. ولهذا فلا بد من التفطن من الآن في اجتماع الثلاثية من أجل وضع مادة بديلة للمادة الملغاة 87 مكرر بأخرى تراعي مصالح العمال، وإلا نجد أنفسنا يعني مع العادات القديمة للحكومات المتعاقبة، أن ما تعطيه الحكومة باليد اليمنى تنزعه باليد الأسرى للأسف الشديد. شكرا جزيلا لك السيد الأخضر بخلاف، البرلماني والقيادي في حزب العدالة والتنمية، كنت معنا من الجزائر، شكرا جزيلا لك. أعود لك أستاذ سليم. السيد الأخضر بخلاف قال بأن هذه المادة يعني إلغاؤها جاء متأخرا، وأثرها لن يكون إلا بعد 2015 عند اجتماع الثلاثية، ولابد لها كذلك من استبدالها بمادة أخرى تحفظ حقوق العمال وتحسن من وضعية العمال وتراعي طبيعة عمل كل عامل، يعني لا نستطيع أن نضع الجميع في قفة واحدة. طيب، ثار أثير جدل كبير حول هذه المادة منذ سنوات. يعني الإشكالية الكبيرة هي في عدم منطقية تحديد أولا لكومبوزونت نتاع لو سالير الموظف العمومي في هذاك الوقت اللي أثيرت من أجله هذه الإشكالية، وعدم منطقية تحديد أو السعر اللي قدم للأجر الحد الأدنى القاعدي اللي هو لو سميك. طيب، لكن لما وضعت هذه المادة التي عدلت في 2005 وأصبحت مكرر، الخبراء الاقتصاديين وخبراء الحكومات قالوا بلي مستحيل تطلع هذه المادة إذا ما عدلتش المنطق الاقتصادي الكل، أو ما عدلتش قانون العمل، يعني هناك هو اللي يحدد، نعم اللي هو اللي يحدد، يعني مش يحدد لأنه عندك اللي عندك الأجر الحد الأدنى اللي هو السميك، وعندك لي زوتر كومبوزون تاع لو سالير اللي هو العلاوات وكل شيء وكل شيء زيادات وأضرار المتوقعة، كل شيء لي زاسيرونس، كل شيء في المناطق الصحراء. نعم. هذه لي كومبوزونت هذو هما اللي لازم تحددهم، ولازم تحددهم منطق اقتصادي. إذا ما عندكش أنت تصور اقتصادي لخلق الثروة لا يمكن تتحدث على مادة من قانون العمل وتثير. هذا موضوع شائك أريد أن أفصل فيه، لكن بالخلاف تحدث عن قضية مهمة جدا وهي قضية التضخم، لأنه أنت غادي يزيد عند العامل شيء 400,000 إلى 500,000، لكن الدورة الاقتصادية إذا كان هو في مصنع ما فيش استثمار، ما فيش إنتاج، ما كانش اسمه، راح يزيد له في السلع هكذا، وأنت أصلا عندك كمية من الخزينة من ريع البترولي أنت تعطيها دعم من للمواد الأساسية، وراح تضغط عليك الخزينة حتى تسحب شوية دعم، وراح تزيد الأسعار.
يا اخي راح يخلقوا حاله من التضخم حتى يفهم المواطن الجزائري وش راح يحصل له. حاله التضخم هذه راح يكون عنده فلوس، هذا في حاله بقاء اسعار المحروقات يعني على حالها، راح يصير عند المواطن الجزائري فلوس، كميه ضخمه من الفلوس، وما يلقاش وش يشري بها، وما يقدرش يشري بها حاجه. هذه هي الحاله راح توصل بعد عامين وثلاث سنين. لكن الاشاره تاع الاخضر بالخلاف مهمه جدا، انه هذا التطبيق راح يكون 2015، لانه راح لازم يصير هناك اتفاق بين الباترونا وبين الحكومه وبين السنديكا، وربما من حتى 2015 ل 2015 ربما تخرج حاجه اخرى. السلطه، لماذا السلطه الان بالضبط قبل الدخول الاجتماعي القادم ولم يتحقق شيء من وعود السلطه في الرئاسيات الاخيره؟ لماذا في يعني هل هذا ذر الغبار في العينين؟ يعني لماذا خرجت بهذا الالغاء في هذا الوقت بالذات؟ يعني شوف سياسيا يعني منذ 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 بدايه الربيع العربي، منذ ثوره تونس، ثوره البوعزيزي، والخشيه في الجزائر من يتحرك الشارع لاسباب اجتماعيه اقتصاديه وربما تتطور الى امور سياسيه، وبداوا اتخذ القرار لانه الفلوس موجودين، ونظام بوتفليقة وجماعته عارفين أنه المتغيرات الاقتصادية في صالحه، فكانت هناك سياسة شراء السلم الاجتماعي، ضخ أكبر قدر ممكن لرشوة المجتمع. ثم حصل أنه قطاعات كثيرة من المجتمع عرفت الحكاية، فشهدت الجزائر منذ ذلك الوقت سلسلة من الاحتجاجات القطاعية تسمى، والمحدودة في قطاعاته، يعني جماعة المستشفيات ينتفضوا يزيدوهم في الصالير بدون منطق اقتصادي، فيجيوا نقابات التربية فيروحوا يخرجوا الشارع فيزيدوهم في الصالير، ثم جاءت الشرطة، حتى احتجاجات 2011 بعد بداية الربيع كلها احتجوا على القهوة والسكر والدعم، كلها دخلت في منطق، رغم أن الدعم هو منطق ضد المنطق الاقتصادي يعني. ثم جاءت هناك استحقاقات انتخابية، طيب هناك انتخابات تشريعية، هناك انتخابات رئاسية جاية، العودة الثالثة الرابعة، وأيضا انتخابات تشريعية اللي مضات، فكان منطق السلطة أنه الشارع المتغيرات الإقليمية، لكن خبراء اقتصاديين حذروا كثير من هذا الاستمرار في شراء السلم الاجتماعي وفي دعم المواد الغذائية وفي غلق المجال الاستثماري، لأن الجزائر الآن أنا أريد فيه مافيا مالية غلقت كل شيء يعني. اسمع، أنا نظام مطعون في شرعيتي، أنا نظام نزور الانتخابات حتى أبقى، أنا نظام عندي المال، أنا نظام أريد أن أشتري سلم اجتماعي لكي أبقى في أطول مدة. ولكن من الغباء الاقتصادي اعتماد هذا النظام على الريع وحده، لأنه هذا الريع ربما سيسقط في يوم من الأيام. ألا تعلم أن المستبد، مجرد أزمة اقتصادية حتى ولو تقل الأسعار هذه وتصعد الأسعار قضي الأمر. المستبد غبي في 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 أصله، لأنه التاريخ علمنا أنه نهاية كل المستبدين كانت نهاية تعيسة، وكانت مؤشرات نهاية بارزة، لكن هكذا هو التاريخ، المستبد والديكتاتور هو غبي في حد ذاته، لأنه هذيك الهالة وهذاك الطغيان نتاع الديكتاتور تخليه ما يشوفش المؤشرات، مؤشرات نهايته، وهذا حال كل أبقى معي سي سليم، معي محمد أبو نغوان أو أبو نغوان، كاتب صحفي من الجزائر، أعتذر لك عن نطق فقط الاسم أستاذ محمد، مرحبا بك. ما هي المؤشرات أو العلامات التي لها دلالة من إلغاء المادة 87؟ مشرفين خويا، أهلا وسهلا بك. لا، هناك خبر جديد يعني منذ حوالي ساعة عندك، موقع يقول أيوة، حصل موقع يقول بوان دي زاد، هو باللغة العربية واللغة الفرنسية، تجد هناك مقالين تحصل على نسخة من مشروع قانون العمل الجاي يعني اللي راح نعرضه على البرلمان، هو في الحقيقة لغوا 87 مكرر، وما لغوش المادة، لغوا الرقم فقط، لأن المادة 87 من مشروع القانون الجاي الجديد هذا يتكلم على عقود العمل، ما يتكلمش على الأجر الوطني الأدنى مضمون لسنين. هذا الاس ان ام جي. المادة اللي تتكلم على الاس ان ام جي هي موجودة في المادة 29 والمادة 130. أيوه. دونك المادة 87 ما عندهاش علاقة الآن بقانون الاس ان ام جي.
وبالتالي اكيد ما كانش ماده الماده 87 المكرر، ولكن المجموع تاع الماده 87 المكرر راه موجود في الماده 130 بدون تغيير تقريبا على الماده 87 المكرر القديمه الى الشريعه المفعوله حاليا. والجديد فقط انه الماده 30 هذه تحل للتنظيم تحديد المنح والتعويضات التي تحسب في الاجر الوطني الادنى المجموع. ايوه هذا هو الجديد، يعني لازم ننتقل الان النص المرسوم او النصوص التنظيميه الجايه للنصوص التطبيقيه لمشروع قانون، لما يصدقوا على مشروع قانون العمل ثم تجي النصوص التطبيقيه لقانون العمل الجديد لم نعرفوا اذا كان هناك الغاء. الالغاء لم يكن هناك الغاء لان الماده تقريبا نفسها موجوده في نص استاذ محمد ابو لغان. ممكن يكون في النصوص التنظيميه نلقى فيها ربما تعديلات بخصوص المنح والتعويضات التي ستحسب في الوسائل. استاذ محمد، يعني الدوله الجزائريه اليوم اذا صالح هذا الاصطلاح على تسميه الجزائر بدولة بحكم ربما بقاء بعض المؤسسات مثل المؤسسة العسكرية، تسمية مؤسسة الرئاسة برلمان وكذا، ولكن نحن نعرف أن الفحوى والمحتوى يعني بعيد كل البعد عن تسميتها بمؤسسات. لكن معليش، الدولة الجزائرية اليوم يعني تترك الأساس في الاقتصاد وهو تحقيق مصادر للإنتاج، مصادر تنويع الثروة، مصادر يعني تغذية الخزينة الوطنية بدل المحروقات، وتعتمد إلا على المحروقات. يعني في ظل أي أزمة عالمية مثلا انخفاض أسعار المحروقات، سقوط العالم في حالة انحسار اقتصادي، ستحدث كارثة كما قال كثير من الخبراء، كارثة اقتصادية كبيرة في الجزائر مع هذا يعني التضخم الكبير في الاستهلاك والاستيراد من الخارج. السؤال لماذا يصر النظام على الاعتماد على المحروقات وعلى واردات المحروقات فقط؟ ولا انا ما اقدرش نجاوبك جواب اقتصادي لاني مانيش خبير اقتصادي، نجاوبك جواب سياسي. الجواب فيه شقين، هو عجز لان النظام ماهوش سهل على اي نظام نعم. في العالم. معلش استاذ ايوان وغان، هناك عجز، يعني النظام الجزائري عاجز على ايجاد حلول للخروج من تبعيه للمحروقات. اكيد هذا جانب. خلينا نرجع للموضوع السياسي. اراده سياسيه غائبه لفرض شفافيه اقتصاديه في البلاد. يعني لو النظام الجزائري يتقي، اسمح لي دقيقه برك، لو النظام الجزائري فعلا عنده اراده في الانتقال الى الاقتصاد الحر مثلا ربما تكون نتائج، ولكن الشيء اللي وقع في الجزائر هو اننا الغينا النظام الاقتصادي الاشتراكي وما انتقلناش للنظام الاقتصادي الحر. انتقلنا الى يعني ملكيه الدوله انتقلت الى ملكيه مجموعه من الخواص فقط، يعني تقريبا الان مجموعه من الخواص في الجزائر يملكون الجزائر ماشي يملكون فقط. صح، هذا ما كنا ربما نريد الوصول اليه. نعم يملكون الجزائر. استاذ ايوان وغان، تكلمنا من قبل على تصريح لاحمد غزالي قال فيه بأن الجزائر يحكمها حزب سري فيه 3 ملايين شخص. أنت كجزائري وتعيش في الجزائر ويعني تتعامل مع الإدارة الجزائرية، تتعامل في المجال ربما السياسي الإداري الاقتصادي، إلى أي مدى صحة ما قاله السيد غزالي؟ هو رئيس حكومة سابق ووزير سابق وسير أكبر شركة، يعني شركة تعيش البلاد شركة سوناطراك. هو يعني يا ما يقول هو عارف واش كاين على مستوى مراكز القرار، ويعرف بأن المسؤول في الجزائر هو مجرد واجهة، والسلطة وصاحب القرار الحقيقي واحد ما يعرفه في البلاد. ولما نشوفوا يعني آخر حدث سياسي في الجزائر، حدث كبير هو قضية تنحية بالخادم، لما نشوفوا الطريقة اللي تنحى بها بالخادم. أيوة. طريقة غامضة جدا. أيوة. نعرفوا بأن أصحاب القرار مازال هم مصرين على أننا ما نعرفوهمش، يعني أصحاب القرار الحقيقيين. لازم يبقوا دائما هناك مؤسسات واجهة، هناك مسؤولين في الوزارة، ولكن أصحاب القرار الحقيقيين موجودين في الخفاء. نعم، هو تحدث مثل هذه في السابق، لكن هذه المرة الطريقة كانت قاسية جدا وكانت غريبة ولم يهضمها حتى
يعني ناس في الدولة لم يهضموا مثل هذه التصرفات المهينة لرجل خدم الدولة الجزائرية، بغض النظر يعني عن النتائج التي وصل إليها حصل عليها، لكن هل هذا يدل على أن الدولة تعيش آخر أيامها، لأنها تدل على تخبط في كيفية حتى التصرف مع رجال النظام؟ ربما هناك احتمالين، إما أننا في مرحلة تفكك الدولة صحيح كما تقول، أو العكس، ربما السلطة في الجزائر أو مركز القرار في الجزائر انتقلت من مواقع معينة إلى مواقع أخرى، وبالتالي احنا في بداية عهد جديد. ربما النظام يجدد نفسه. نحن في النهاية، قد تكون نهاية، ولأن أنا ما هوش علم دقيق، قد تكون نهاية وقد تكون بداية. بداية لنظام متجدد يعني. قد تكون بداية لنظام يتجدد، يعني يجدد نفسه ويغير ثوبه. لنظام استبدادي، يعني أكثر استبدادا من كل المراحل السابقة. يعني أكثر عدوانية في ممارسته. أكثر تسلطا وأكثر عنفا وأكثر عدوانية كما تقول إلى آخره، يعني ربما هذه بداية النظام راح يكون شيء ربما اللي عاشته تونس وعاشته مصر لعشريات من الزمن. احنا في الجزائر كنا بعد عليه، كنا في الجزائر نقول على روحنا اكثر بلد ديمقراطي في المنطقه العربيه الى اخره. احنا الان العكس، في وقت ما مصر تخلصت من نظام الشخص الواحد تاع مبارك، وان كان النظام اللي جاء بعد مبارك الان وما هوش اقل تسلط من نظام مبارك، تونس كذلك تخلصت من زين العابدين بن علي، ولكن في الجزائر الان راح نتناقض مع زين العابدين بن علي ومبارك وات جدد. هل استاذ ايوان اوغان، هل انت ككاتب وصحفي يعني في الجزائر ويعني عندك كثير من المعلومات، هل هذه التصرفات اذا ما تراكمت ستؤدي بالرئيس بوتفليقه والنظام الجزائري الى نفس المصير الذي بلغه النظام في تونس، في ليبيا، في مصر؟ الوضعية معقدة، لأننا احنا رانا مع رئيس مريض، رئيس يعني غائب تماما، ورئيس لا يحكم في الحقيقة. لا نعرف ما كم سيبقى هذا الرئيس على رأس الدولة، هل سنة، هل سنتين، هل يكمل العهدة أو لا يكملها. المشكل إذا ليس في الرئيس بوتفليقة حاليا، لأنه هو الآن مصيره ما لاش عارفينه. احنا ما كانش بطبيعة الحال نظام جزائري ونظام غامض في وضع كما هذا، ما نقدروش نعرفه، يعني ما نقدروش يعطيونا الصورة الحقيقية لوضع الرئيس ما دام يعني لم يحسم أمر خلافته، حتى يحسم أمر الخلافة باش نقدروا نعرفوا حقيقة وضع بوتفليقة الصحي، أو لا متى يعني سيرحل بوتفليقة أو سيبقى إلى غاية الممات. كل هذه الامور تتوضح لما يكون امر خلافه بوتفليقه يحسم. لحد الان لم يحسم امر خلافه الرئيس بوتفليقه. السيد المشكل ليس في بوتفليقه، اذا المشكل في هذه الاطراف التي تحكم الان باسم بوتفليقه. هل هناك طرف واحد؟ هل هناك اطراف كثيره؟ لا ندري. السيد محمد ايوان اوغان الكاتب والصحفي كنت معنا من الجزائر، شكرا جزيلا لك على المشاركه. اعود اليك استاذ سليم. أستاذ إيوان أوغان يعني قال لك حتى يعني معلومات، حتى الصحفيين يبدو أنه لا ولا معلومات ولا إحصاءات ولا سبر آراء ولا يعني حاجة رسمية، ما فيه ولا شيء في الجزائر، صحراء يعني، ما يعلمه النظام لا يعلمه أحد، ما يعلمه صاحب القرار لا يستطيع أحد أن يستشرفه حتى ولو كان يعني مثقف صحفي. هذا يعني هذا ليس جديدا، يعني هذا جاء او هذا هو السمه، او هذه سمه النظام الجزائري منذ قبل حتى الاستقلال، يعني تشكل المنظومه، يعني بانظمه يعني المعسكر الشرقي تحت السوفياتي وكذا، يعني ما زال انظمه مثل هذا. النظام الجزائري هو وريث الثوره، وهو وريث جبهه التحرير، ثم ما جاء بعد 62 ما حصل اتفاقيه ايفيون، ما حصل ما يسمى بالانقلاب انذاك، حرب الولايات وما حدث من بعد، ثم التصحيح الثوري أو الانقلاب أيضا كما يدعى تعبو مدين في 65، ثم ما حصل أيضا مع خضوم الشاذلي. هناك تراكم وهناك منظومة تستمر لكن بأشكال معينة، إلى أن حدثت قطيعة معينة في 92،
كانت ستحدث فلتة، لكن استدركت هذه المنظومة أو النواة الصلبة في المنظومة بتحالف مع فرنسا ومع الحزب الاشتراكي الفرنسي مع ميتيرون بالتحديد والقوى الأمنية الفرنسية آنذاك. ثم بالنسبة لهم استدركوا الأمر واستمر النظام اللي هو نفسه لكن بأناس آخرين بشكل جديد بحلفاء بعملاء جدد لحد التطور الأخير. لكن ما أقوله حول تشكل النظام وحول مآلاته أيضا هذا مهم 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 جدا بالنسبة لي. الآن الوضع الذي وصل إليه النظام هو وضع مفترق طرق، الآن مفترق بعد العهد تحقيق العهدة الرابعة لبوتفليقة. الآن من يحكم يعني العسكر قيادة الأركان بسكوت دياراس، قيادة الدياراس. لما نقول قيادة الأركان أنت تحكي على النواحي العسكرية، وزارة الدفاع أنت تحكي بالمصطلح الجزائري. يعني حتى على ذكر يعني على ذكر النواحي العسكرية قرأنا يعني اليوم أو منذ يعني في الصحف، بعض الصحف الجزائرية فيها قائد ناحية مهمة جدا في الجزائر ربما الأولى، يعني منع الجنود بقرار يعني حتى على أن يشاهدوا قناة المغاربية. هي تصرفات أنا أضعها في تصرفات يعني فردية. لا أعتقد أنه موجود قرار من الهيئة، لا تتم الأمور هكذا في الجزائر. في الجزائر مثل ما قال أحد الضيوف يكفي أنه يسمعوا أنه متخذ القرار غاضب منك حتى ينبذك الناس كلهم بتملق أو يعني باتفاق يعني. نعم هكذا تمشي الأمور في الجزائر. لكن إلى متى أستاذ سليم؟ نعم. الجزائريين بكل صراحة جربوا الانتخابات الديمقراطية في 92، جربوا حمل السلاح، جربوا الخروج إلى الشوارع، جربوا العمل السياسي الطويل النفس من 92 حتى اليومنا هذا أكثر من 20 سنة. ذهبوا إلى انتخابات، إلى اقتراعات، إلى كذا، دخلوا في التحالف، خرجوا من التحالف، لم يتغير هذا النظام. ما الذي بقي أن يفعله الجزائريون من أجل حلحلة الأمور والعيش بكرامة والانتفاع بهذه الثروة الموجودة بدل من أقلية قليلة جدا تنتفع بها؟ شوف هنا يعني للإجابة هناك محاور كثيرة أنت طرحتها. أولا يجب أن نسأل من يحكم الجزائر، يعني في النهاية ما يسمى في العلوم السياسية التركيبة البشرية لمتخذ القرار. نعم. هل هناك دولة بمؤسسات، يعني هناك برلمان جاي من انتخابات شفافة، حكومة منبثقة من هذا البرلمان؟ كيف الوصول إلى طيب برلمان شعبي؟ طيب يعني نشرح لك النقطة. متخذ القرار الآن هم مجموعة من داخل المنظومة أنتجتهم المنظومة. هذه المجموعة فيها السياسي اللي ممثل في فريق بوتفليقة، فيها العسكري، وفيها المال، فيها المال الفاسد. كي نقول لك المال الفاسد الذي معظمه فاسدا، وأنا أقول أرباب العمل في الجزائر هؤلاء الكبار، يعني فيه مجموعة أنت تحكي على 5 إلى 10 من الناس مالكين المشاريع الكبرى في البلد. هم واجهة هذا النظام في الخارج اقتصاديا، هم الذين يستفيدون من المشاريع الكبرى، أسماءهم معروفة. إذن هذا التريو يعني منظومة لديها الذراع الأمنية بشقيها وزارة الداخلية وأيضا الجيش، وعندها الذراع المالية، وعندها نواتها السياسية، وعندها أدواتها اللي هي الأحزاب وهذا الحركة، النظام، عملاء النظام، مستفيدين النظام، حلفاء النظام. إذن هذه هي المنظومة. إذن لكي تكسر هذه المنظومة لازم لك عمل من طرف المثقفين، من طرف الأحزاب السياسية الواعية. وننتظر، لا أقول أنا أنتظر، لكن المنظومة هذه أن يحدث خلل في إحدى المقومات اللي خلتها قوية، أنه على رأسها أن يحدث مشكل في سعر البترول أو تغير في الموقف الدولي، أو تكون هناك حركة من المعارضة الجدية اللي راني تمثل الآن في التنسيقية. السيد سليم ربما تحلحل الأمور. السيد سليم صالحي الإعلامي، شكرا جزيلا لك على حضورك هذا العدد. هكذا مشاهدي الأفاضل نأتي لنهاية هذا العدد من الحدث.
المغاربي. نشكر كل الذين شاركوا معنا، الدكتور عبد العالي الرزاقي أستاذ في العلوم السياسية من جامعة الجزائر، السيد الأخضر بن خلاف البرلماني والقيادي في حزب العدالة والتنمية من الجزائر، والسيد محمد إيوان أوغان كاتب وصحفي من الجزائر. نلقاكم إن شاء الله في عدد قادم بحول الله. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم.